طبعا هذه المسابقة خاصة باحتفالية ليلة القدر المباركة لعام 1440-2019 تحت إشراف السيد والي الولاية. تم تخصيص مبلغ مالي معتبر أكثر من 340 مليون. طبعا نظمنا عدة مسابقات، مسابقة حفظ القرآن الكريم مع الترتيل، فئة 60-45-30-15، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مسابقة أحسن نشاط مسجدي ثقافي، أحسن نشاط مسجدي خيري، مسابقة مؤذن الولاية. كرمنا الشخصية العلمية وتم اختيار فضيلة الشيخ الدكتور لونيس سيفار. كرمنا طالبة هداء عنقال، هاته شرفت ولاية سطيف في دولة الإمارات. أنا اسمي بس رحمن خليفة، عمري 8 سنوات، أخذت المرتبة الرابعة. وبمناسبة ليلة القدر المباركة أشكر مديرية الشؤون الدينية على هذا التكريم، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بدء أشكر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف وعلى رأسها المدير الذين توجوني بهذه الجائزة والمرتبة الأولى. يعني الحفل كان حفل جد جد مميز هذه السنة، بحيث أنه دخلت فيها عدة مسابقات من قرآن، مراتب الأولى للقرآن، أيضا النشاطات المسجدية، كذلك النشاطات الخيرية، كذلك النشاطات يعني نشاطات المرشدات الدينيات. إذا والله من دواعي السرور والغضب غبطتي أن أكون يعني من المتوجات في هذا الحفل. أيضا أشكر يعني كل القائمين على هذا الحفل المميز لليلة القدر، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يعفو عنا في هذه الليلة المباركة. شرفنا ربي عز وجل به نكون من عمار هذا المسجد المبارك الكريم، مع وجوه جاءت من كل حدب وصوب، جاءوا بقلوب خاشعة وبأعين دامعة وبرقاب خاضعة وبألسن لله داعية وذاكرة، جاءوا للاحتفال بهذه الليلة المباركة اللي سجلها القرآن وسجلها الكون في كل مكان، عملا بقول الحق سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة أودع الله فيها العفو، وأودع الله فيها الرحمة، وأودع الله فيها التوفيق، وأودع الله فيها المودة، وأودع الله فيها المحبة، منها ما ذكره ومنها ما قال فوق عقول وإدراكات البشرية. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا مما أودعه في هذه الليلة المباركة من أمن، يأمن حياتنا ويأمن سلوكنا ويأمن أولادنا ويأمن أحفادنا ويأمن بلادنا، ويقيها من الزلال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن شاء الله ربي ما يحرمناش من السر نتاع الرحمة اللي نزلها في ليلة القدر والمودة والإحسان، ويجعلنا متحابين متودين متعاطفين.